انا متأكدة لو جربتوها هتدمنوها، سهلة وبسيطة وتحفة. كوباية من دقيق جميع الاستخدامات، معلقة من الزيت، رشة من الملح، نص كوباية من المية الا معلقتين كبار، يعني نص كوباية من المية الدافية شيلي منهم معلقتين كبار من المية، هتبقى كده مظبوطة. زادت قلت حسب نوع الدقيق، طلعي غلك كله في العجينة وفضلي عجيني فيها كده، وافتكري اي حد مضايقك وقعدي اضربي كده في العجينة لحد ما تبقى طرية خالص. هتعجنيها 10 دقايق، نحط عليها شوية زيت ونغطيها ترتاح. حتة لحمة مفرومة صغيرة خالص، دي أقل كمان من ربع كيلو، رشة ملح، رشة فلفل أسود، والتوابل دي بقى بتاعتك وانت حرة فيها. أنا حطيت معلقة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من صوص الديميجلاس، بودرة الديميجلاس، ومعلقة من الكاتشب. الكاتشب ده عشان استغنى بقى عن الطماطم والبصل والحاجات دي كلها، عايزة تحطي الحاجات دي كلها براحتك. هندعكها كويس ونحطها على جنب. تكون العجينة ارتاحت مثلا حوالي نص ساعة، رشيلي بقى ايه الخشبة ولا الرخامة عندك كده شوية دقيق، وفرديلي العجينة. عايزين العجينة لا رفيعة خالص زي مثلا الفطير لما بنفرده خالص كده ويبقى شفاف، ولا يبقى تخين شوية زي البيتزا، لا احنا عايزينه رفيع خالص ونفرده دايرة. خلاص تمام كده، فردنا بقى الدايرة، ومش مهم خالص تساوي الأطراف على فكرة، احنا كده كده هنلمها. تمام، هاتيلي بقى اي طبق صغنن او فنجان زي اللي انا استخدمته، وحددي لي دايره في النص كده، وابداي ان انتي قطعي العجينه على 6، بصي 6 مثلثات. خلاص مش لازم يبقوا قد بعض، يعني لا حاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك. هنقسم بقى اللحمه اللي احنا عملناها دي 6 كور صغننين كده، ونحطهم على المثلثات بتاعه العجينه، وتبداي ان انتي تفرديها. طبعا طبقه اللحمه رفيعه جدا جدا جدا، وبططيها كويس وبعديها عن الاطراف. انا هنا كنت بحدد الاطراف عشان بعد كده هلمها. هتاخدي اول مثلث وتتنيه بالشكل ده وتلمي الاطراف، وبعد كده حطيت شريحه من الجبنه، وهلم اللي قصادها والم الاطراف، ولميت اللي بعدها وحطيت شريحه من الجبنه. يعني انا بحط شريحه من الجبنه مره ومره لا. خلاص عايزاها من غير جبنه خالص عادي، حاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك. لميناها كوره، حاولي بقى تظبطي الاطراف كده من الجناب، وسيبيها ترتاح 10 دقايق ربع ساعه. كل ما هترتاح كل ما هتفرد معاكي وتكبر اكتر. بصوا هحطيها واسيبها ترتاح، بعد ما ترتاح بقى براحه ايدي كده وبالراحه جدا 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 هبدا ان انا افرد العجينه بحيث ان هي تديني اكبر مساحه. بصوا بالراحه خالص، لو حسيت ان هي هتبتدي تقطع يبقى خلاص هي مش هتتفرد اكتر من كده. هاتيلي بقى طاسه سخنه وحطي فيها العجينه اللي احنا عملناها، ومعلقه من الزيت علشان بس ما تلزقش. وممكن على فكره العجينه دي تتسوى على الفرن في درجه حراره عاليه جدا رف اسفل. انا هسويها على البوتاجاز، اول ما خدت لون من وجه رحت قلبها على الوجه التاني، وكل ده النار عاليه. اما اتحمرت من الوجهين غطيتها ووطيت النار وسبتها كده شويتين كده، اخد مثلا 10 دقايق، استوت وبقت زي الفل. هاتيلي بقى كده قطعيها، بصي بقى جميلة بشكل وطعمة بشكل. اللحمة المفرومة كده تحس ان هي راحة في كل حتة، والعجينة طعمها حلو، مش اكنك بتاكلي شوية عجين وحتة لحمة صغيرة، لا 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 طعمها كان تحفة. كانت عايزة بقى تتحبس بحتة مشروب كده، اختراع منك يا بنت يا شومة. كان عندي كده منجاية قطعتها لك مكعبات زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى الكاس بتاعنا، ويكون كاس كبير شوية كده عشان يستحمل اللي هنعمله فيه، ونقطع بقى مكعبات المانجا، ونجيب ايس كريم مانجا موجود في السوبر ماركت، وبعد كده 7 اب، ونحطه بقى على الكلام ده كله. ما اقدرش اقول لكم الطعم راح في حته تانية قد ايه. 7 اب بطعم الايس كريم مانجا وبطعم المانجا راح في حته تانية خالص. خلاص الفطيره دي تحفه، لازم تجربوها. بصوا بجد ما كنتش متوقعه انها تطلع حلو كده، والمشروب جربوه. بس بقى لو جربتوهم وعجبكم لازم تعملوا لي لايك للفيديو وتشيروه وتكتبوا لي كومنت حلو، وتعملوا لي فولو لو لسه ما عملتوش، وتروحوا على قناتي على اليوتيوب اسمها شوما كيتشن. انا بحبكم واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.